اهلا بيكم في اكلات ميكو. ده برنامج واقعي بيتكلم عن الاكل، وانا ما اعرفش حاجه عن الاكل، بس خدت التحدي ده عشان اتعلم عن الجنسيات المختلفه اللي عايشه في لندن، اللي بيتكلموا لغات مختلفه برضه. بس الحاجه الوحيده اللي هتجمعني ما بيني وما بينهم هي الاكل، لان الاكل ما فيهوش لغات. هم هيطبخوا وانا هاكل، انا هتعلم وانتوا هتتعلموا. اذا تريد اعطيك درجه عليها خلي لك 2/10. الله على الدرجات الحلوين. إيه نعم. الله على الدرجة. أنا مش هشتغل معها الست دي. أنا مش جاي أقول لكم أنا طباخ، لأن أنتم عارفين أنا مش طباخ. أنا جاي ألهمكم تعملوا حاجة جديدة، وجاي أخش في حاجة أول مرة أشوفها. فتعالوا شوفوا إيه اللي جرى في الرحلة. أكلات ميكو ليست مجرد طعام، إنها متعة. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة برنامجنا أكلات ميكو. النهاردة هاخدكم على المطبخ العراقي من أوسع أبوابه. أول حاجة هوريها لكم السمك المسجوف، تاني حاجة عيش السمون برضو بيتعمل إزاي، وخبز التنور. بس سيبنا من كل ده، هاخدكم تاني بيت عراقي عشان نشوفوا العراقيين نفسهم بيطبخوا إزاي. يلا بينا. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم النهاردة في الحلقة العراقية، تقديم الطبيخ العراقي واللي بمعنى أصح مسجوف، أشهر طبق عراقي في الدنيا كلها. هنيجي نوريه لكم هنا، نوريكم المطاعم العربية بتقدمه بأنه طريقة وبتقدمه إزاي، والبرزنتيشن والتاريخ والباقي كله. يا جماعة قفشت أهو، قفشت الراجل اللي هيجي يقول لنا كل المعلومات عن الطبق العراقي المسكوف. ما تخافش، هنزين على الطبق من الدوله. والله ما تخاف، انا بس حضنك بس. يا جماعه الاستاذ جعفر هو مدير المحل المسكوف هنا في نايتس بريدج في لندن، هيجي هو يشرح لنا ايه قصه المسكوف ويعني ايه مسكوف وجا منين ومين اللي سجفه، ونشوف الموضوع كله. كلمه مسكوف جايه من اصل المسقف، واللي تعني بها أنه السمكة ما تدخل في داخل النار أو في بطن النار، إنما السمكة راح تكون على حافة النار، فالنار راح تلوح سقف السمكة. من هاي إجت التسمية. بعض الباحثين يرون أنه طريقة شوي السمك هذه الطريقة قديمة جدا، بحيث استخدموها السومريين والبابليين أيضا. قبل كانوا يحفرون حفرة ويحطون جذع نخل، داير ما داير الحفرة، ويحطون السمكة على جذع النخل والنار تكون بالحفرة. فالنار يعني السمكة، الفكرة أنه السمكة ما تدخل داخل النار، لأنه معروف أنه السمك العراقي سمك دهين بدهن، فيحافظون على الدهن مالته موجود أثناء طريقة الشواء. يعني كده بياخد وقت كبير، يعني زي 3-4 ساعات عشان قبل ما الدهن ينزل. الطريقة المتبعة الموجودة يعني في بغداد وبالجنوب، أنه أثناء عملية الشوي يستخدمون شجر البلوط، مو أي خشب يعني يستخدموه للشواء، شجر البلوط بالذات، لأنه الظاهر الحرارة مالته، الريحة مال الخشب كذا، ما يأثر على طريقة السمك. يعني دلوقتي أنا دخلت جوه بقى، جاب محمد هيجي يورينا السمكة هتعمل إزاي. جيبوا السمكة كده يا جماعة، شبكة وبيضها، ثوم وملح، شطة، زيت زيتون كده، جاهزة إنها تتشوي. ياخد قد إيه بقى كده؟ من 5 دقايق ل7 دقايق على النار. الأول بنشوي الظهر، بعدين بنقلبها بنشوي الوجه. بس حلوة طبعاً، ما جربتهاش انت في سوريا. نعمله كده، بنسميه سنجاري عندنا. سبع دقايق عربي ولا 7 دقايق انجليزي؟ على تشوي يعني، مش على شوي كده. ما انا بقول لك انت 15 دقيقة ماشي. ما احنا قلنا اصل 7 دقايق، لو قلنا 7 دقايق زي العرب. سمعته جميل قوي من محمد بيقول على شوي، انا على شوي هو 7 دقايق وعلى شوي انا 17 دقيقة. ما ينفعش الكلام ده.
المره الجايه اما اجينه ان شاء الله هبقى شاوي انا على دقيقه وهو شاوي على 25 دقيقه. 25 دقيقه على التوقيت المحلي لمحل مسجوف. جمبري مشوي مسجوف طازه. تمر هندي. انا لسه بيحط تمر هندي على السمك. يعني مش عقبال ما السمك يخلص اقول لكم فرن التين ثم بيعملوا العيش على الطريقه العراقيه هنا او العراقيه طريقه جميله جدا. كده بقى اللي اتحرق القش. تقوم انت شايل القش تبقى اللحمه في السلنقتين. والله العظيم 100 100. اوكي مش اوكي. هو ده بقى للزبون ولا ليا؟ طب ينفع الزبون ياكلني معاه؟ او علمني انا اطبخ وانت بعد كده تطبخ وانا تطبخ للزباين وانا اطبخ لنفسي. تمام؟ بيتعمل ازاي يا جماعه؟ كلنا عارفين طبعا العيش بيتعمل ازاي. اهالينا كان الكره ده حاجه بدائيه جدا بس هنا المطعم ما رضاش ان حاجه زي دي تبقى موجوده وحتى التدبينه بتاعتها وبتاع. هنا قبل وهنا بعد. حطه هنا. العيش جاهز. بيعوره هو بيعلم عليه. علشان حرام. خلينا نعلم. يلا. بس خد بالك عشان التنور حامي. حط صبعك هون في حته مربوطه اربط صبعك في المكان. كده؟ يلا. ماشي في اي ركن بقى؟ زي ما تحب. اه والله العظيم ثلاثة شعري دي اتحرق يا نهار اسود. انا النهارده جيت على مخبز عراقي في لندن اسمه اماسي. ده خبز عراقي موجود في كل بيت ومطعم في العراق. عشان اقابل الشيف حيدر اللي هيورينا الصمون بيتعمل ازاي. ودلوقتي احنا هنا في فرن اماسي ومعانا حيدر. هو شيف بيتزا وبيعمل اكل ايطالي وكمان بيعمل الصمون العراقي اللي هو العيش العراقي. هورونا العيش شكله غريب كده بس خليكوا معانا كده هيورينا ده هيتعمل ازاي. خليني بس اقول لكم على المقادير الاول. جبنا 7 لتر ميه، 10 معالق سكر، و10 معالق ملح، 50 جرام خميره، 12 كيلو دقيق. هو ده كل اللي انا استخدمته النهارده مع الشيف علشان نحضر العيش. ودلوقتي بنخلطه ونسيبه لمدة نص ساعة حتى يخمر. في ناس بتحب تعمل السمون في البيت. لو عايز تعمل في البيت حاول تقلل المقادير على كمية الناس اللي عندك. تطلع كمية معانا ولا كلها؟ والله كمية معايا أنا. طبعاً أنا عامة لو جاي هنا لوحدي كنت أقعد أرسم بقى وبتاع بس بلاش عشان حيدر ما يضربناش. وبعد كده بنطلعه ونقطعه حتت صغيره ونرش عليه دقيق علشان ما ينزعش. تصدقوا موضوع سهل والله. سهل. انتوا بس تعملوا ايه من الجناب عشان تفضل ايه تاخد انت الموضوع بتاعك كده هو تطلع هي كده ايه شكلها كده ايه. لا اصغر. اصغر اصغر. ماشي. اصغر من انه ناحيه. جيب شوية دقيق وبرضو خد كل احتياطاتك. ودلوقتي بنحطه في الفرن ووبا العيش جاهز. هو العيش دلوقتي بيتبقبق طبق بيكن. شايفين البتاعة دي مش بتاعة فرن ده مقداف. هنا الشيف بعد ما بيخلص بياخده في الدكان ويطلع. بص والله العظيم ثلاثة كانت خبرة جامدة جدا. بصوا يا جماعه العيش عامل ازاي من جوه؟ عجبك؟ جامد جدا وديك بيدا. صح فعلا. العيش عامل زي مصباح علاء الدين. تعمله من هنا يطلع لك سبحان الله سندوتش. شوفوا حلو ازاي العيش. حطوا دو ما تقلقش حتى يكون بين زاد وملح. عيش وملح بقى فين شويه هات لنا شويه ملح. المهم يا عم شكرا انا هاخد العيش بتاعي وامشي. ربنا يخليك وتحيا العراق. تحيا مصر. بس كده سلام عليكم. يلا. I'm in the mood for love, but I'm so scared. I'm in the mood.
استبرك صاحبتي اللي هي شغاله اللي هي بتعمل المونتير بتاعنا بتعمل المونتاج بتاع البرنامج عزمتني النهارده عشان اقدم الاكل العراقي من عند مامتها. هي ومامتها عزموني راح اعمل التجربه دي معاهم ويا رب مامتهم ولا يا رب مامتها ما تتخنقش مني وانا بطبخ معاها عشان انتوا عارفين انا في الطبخ جامد قوي. هوبا يلا بينا. يلا بقى استبرك بقى افتحي بقى استبرك كده ما تسيبنيش. ميكو تعالي. How are you? Good, how are you? Very well. Mom's been waiting for you. I have to wait. I'm sorry, معلش. يلا تفضل. Mom, Miko's here. شاكو ماكو. شاكو ماكو. شلونك؟ كل شيء اكو. كله اكو؟ الحمد لله. انت تاخرتوا؟ معلش؟ فاضطريت اني بديت. اليوم باميه عراقيه 100%. على الاقل سلقت اللحمه. ماشي سلقت اللحمه؟ اي نعم. بس هتقولي لي ازاي؟ بس خليت اللحمه مع الميه وشويه الى ان نشف ميها وحمستها ويا الثوم وحضرتها للطبخه مالتنا. والله كتر خيرك. اوكي. اه يا عيني. بس ساعدني بتقليم الباميه، احنا ناخذ راسها من الصفحتين وهاي الطريقه حتى نطلع الماده الصمغيه اللي بيها. البامية عادة بها مادة صمغية فمو حلوة بالطبخ فنعملها وهاي الثوم همينا نعملها معاها. هسا نغسل البامية. هذا حلو المنظر مال غسل البامية. وانا صغير ما كنتش احب البامية دي ابدا. دي بابا كانت تقعد تقنعني زمان تقول لي كل البامية كل البامية حلوة هتطلع لك شنب. لا 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 مليانة شعر والبامية مليانة شعر تقول لي هتطلع لك شنب. ترى البيت نظيف. ما انا عارف انه نظيف بس انا وقعت الميه. يا هسه يقولون راح ينظف لهم. شغلاني جايباني تشغلني بلقمتي الست دي. ماشي ما نشوف اخرتها. خلاص كده بصي نظفت لك بقى. شكرا حبيبي. علميني الطبخ. شكرا هسه نعلمك الطبخ. جيب الباميه المغسوله. الباميه دي؟ اي نعم. ترمى هنا. رميناها هون. اتعلمتي الطبخ امتى بقى؟ أنا الحقيقة من اتعينت أول تخرجي كان عندي طباخ بالبيت. يا ليامو. أوكي؟ اسمه حسن الله يرحمه. الله يرحمه. فكان من يطبخ يعني على خبرة أمي لأن أنا تدري ملتهين جامعة وكلية وما عندنا وقت للطبخ. فمن الزواج صار عندي وقت. فكان يجي يسوي وأنا أقعد يمه يحب هو يسولف وأنا أحب أسولف فصارت عندنا علاقة قوية يقعد يطبخ وأنا أتفرج عليه والله أخذت من عندك كمية كبيرة بعدين هنا أنا أول ما أجيت شغل ماكو ما اشتغلت بالبداية فكنت أسوي تجاربي وكل طبخة تتلف أرميها أرميها أي نعم رميتي قد إيه بقى؟ ما رميت كثير ما رميت كثير لان الظروف ما تسمح هنا نرمي هوايه لا ما رميت بقيت تاكلي وتتعلم بقيت تاكل وتتعلم هسه نقطع طماطم نحضرها خلي الصلصه على الباميه اوكي احطها لك اي نعم ماشي حط لي هاي يمينا كلها كلها ولا لا تخلطها كثير لان الباميه ما تتحمل تتكسر اي نعم بعدين نخلي هاي الطماطم هذا المعجون ما احبه بالقوطيه الاصليه دائما اخليه بشيشتي واخليه على زيت زيتون حتى يحافظ عليه واخليه بالثلاجه يحافظ على لونه ويحافظ على طعمه بس معجون ايه معجون طماطم بس معجون طماطم يعني انت حط طب ما انت حطيتي صلصه هنا وقطعتي طماطم وحطيتيها ليه معجون طماطم بقى اما ما يطي لون هذا مو لون كفايه مش كفايه ايه تحب تكون حمراء ايه اعززها بالمعجون طماطم هسه نخلي لها المي وخليها على كيفها اوكي خلي مي خليها خلي مي خلي مي خلي مي خلي مي خلي خلي ثاني لا تقسي شوي كمان بعد كمان شفت خبير انا خلاص انت خبير تعلمت
طريقه عمل البامية. بنجيب حله ونحط فيها اللحمه وميه وتوم ونسلق اللحم، وبعد كده نستنى لحد ما الميه تتبخر، وبعد كده نحط الباميه وشويه توم، فلفل الحار وطماطم ومعجون الطماطم علشان الصوص بتاع الطماطم يبقى غني ومليان بالصلصه. بصوا بقى هو ده اللي بيتطبخ. اوعى بالبخار ده كله. الطريقه العمليه مالت الرز، فانا عندي هذا الجدر الكهربائي، كل شيء يعني الوقت مالتي اختصره به بمكان ساعتين او ساعه او هذا اوقته 10 دقائق 15 دقيقه وارجع استلم من عنده التمن كامل. انت الرز احنا نسميه تمن، اي دونت نو انتم شنو تسموه. الرز بسموه ايه؟ تمن. احنا بنسموه رز. ايه احنا نسميه تمن. احنا عندنا اسمه رز على اسم جده. وذاك المره واحده صديقتي قالت عندي عيش جايبيلي تريديه؟ قلت لها لا احنا ما ناكل خبز. قلت لي لا خليجيه، العيش يعني رز. العيش يعني رز عندهم. ايه انا حسبالي العيش خبز عندنا بالعراق. لا لا انا ما احنا عندنا في مصر برضه العيش خبز، انا ما اعرفش هم بيرززوه ازاي كده. لازم المي يغمر الرز، بعدين نخلي الملحة يعني أنا بالنسبة لي طبخي ما متعودة على قياسات، أمشي على المقولة اللي تقول عينك ميزانك. وتحطي زيت الكنة كمان. أي نعم. الرز هسه بعد ما يراد له تعب خلينا نوقته، خلاص هو يشتغل. هاي عجينة رز لوحده. يعني ايه عجينة رز لوحده؟ يعني طبخت الرز مع الملح وخليت بكركم. رز؟ رز 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 عادي؟ عادي. طبخته بدون دهن، لازم تطبخه بدون دهن وسوي بقى ها ويا الملح، بعدين تعمل عجينة. هو رز حار؟ رز. رز رز. مش عارف ليه مش مصدقك انا بموضوع الرز ده. دي شكلها عندي انا شكلها والله بطاطس مهروسة يا عم. لا هذا رز. هذا رز. ذوقه ذوقه اذا ما تصدقني. ذوق انا اكلت قدامك، لا تخاف ما يسمم. مش خايف انا بس مش مستوعب يعني، ما تحكيش عليا. طيب وتقولي لي رز شكلها بطاطس. رز شلون اغشك؟ العراقيين يعرفوها. لا هو رز. رز رز رز, رز. يا والله العظيم رز, رز. وحياة ربنا رز. زين زين ثبتت الرؤية. اوكي اوكي. أكبر من هاي. أبلل إيدك شوية. أبلل إيدك. لازم يوت يورهان. أي نعم. أيوة. بس استني بقى، أنا هعملها على الطريقة المصرية. أي نعم. طبعا ما فيش طريقه مصريه، انا بهزر، هي طريقه عراقيه بس انا ايه عشان هخرب الدنيا مش عايزه اخلي العراقيين فاهم. انت افتح هيجي، افتحها. ايوه يصير عندك مثل الطاسه. ايوه افتح هيجي هيجي. ها هيجي 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 والفلفل هيجي. اوكي وبعدين بالطاسه. بالطاسه خلي الحشوه. تريد تعملها مدوره اعملها كده. شوف ايش قد حلوه. شوفي شوفي ايش قد حلوه. بس تخينه. اديني معلقه. هاي تخينه. تخينه اوكي. هاي هاي اذا تريد اعطيك درجه عليها خلي لك 2/10. الله على الدرجات الحلوين. اي نعم. الله على الدرجه. انا مش هشتغل معاها الست دي ابدا. ما فيش يعني ما فيش. طب بصي 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 الحته دي. اي نعم كده. اي نعم. بلي بصي عشان البتاع ما تلزقش. اي نعم. كده اي بس انت مو تلزقها هنا، ايدك لازم تبللها. صح. انت ايدك تبللها. طب اقول لك على حاجه. اي نعم. حلو موضوع الكبه ده قوي بس للفرجه. مو شغلتك. إيه؟ للفرجه. إيه؟ يعني حلو انا اتفرج عليه. بصي إيه؟ اوكي يعني خلي هسه الحشو مرحتين بس العجينه بس كده. إيه؟ يا رب بس سنة 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 سنة. لزقت. يلا مو مشكله، انت من تلزق بلل ايدك وطلع من تلزق. إيه؟ بس كده. بصي انا خرمش. خرمصه. والله بس نعملوا لها حتة معمارية هنا. أوكي. أوكي. بالتصفيف والترميم. أي بس خلي اسمك عليها حتى نعرف هاي أنت عملتها. اسمي عليها؟ أي خلي اسمك عليها، احفر اسمك. أكتب عليها؟ أي نعم. ماشي. أكتب عليها في مصر يعني نتجوزها. إحنا نسميها طاوة، أنتوا تسموها طاسة. طاسة. خليها شوية تحمى لأن هاي تحتاج وقت. تحمى، خلي بها الزيت طبعًا. أوكي. راح نقلي الكبة. ننتظر الى ان يحمى كثير حتى لا تلزق الكبه. اوكي اللي هو الطش دي. اي نعم. يعني بحبس
نعمل كاني بعمل لقمه القاضي والله. نعم لقمه القاضي. عارفه لقمه القاضي؟ ايه ما يخالف هاي دعبه لا ما تتقلق. ماشي استني بس نديها ترميم تصفيف وترميم. يعني هسه هي ش... الموضوع سهل. انا مش عارف انت مصعبه ليه بس لك. لوك 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 اخلي واحده مكسوره. ماشي عشان تبلطها الصوره. اي نعم. والحشو ايه بقى؟ حشو لحمه مفرومه، بصله، فلفل اسود، مع هيل مطحون، دارسين مطحون، شويه كركم، ملح، بعدين نضيف مفروم البقدونس. ما نحشي بها الى ان تبرد القيمه، حشوه الكبه هي قيمه، لان اذا مو بارده راح ينفتح العجينه. بعدها تحتاج وقت. بعد بوص الدنيا. يا نهار اسود. لقوه يدد. بص يا بقول لك انا عيوني. تسلم يا سلام. تسلم عيوني. خليني انا اقلب لك. تقلب لي اياها؟ زي المره اللي فاتت. التوبه. خلاص تعلمت هي حفظت الدرس. انت شو اسمك الاصلي؟ محمد. اولي تقول محمد. شنو ميكا؟ انت عايزاه هتفرق قوي. محمد. ايوه. هذا الجدر هو المفروض يبقى التمن رزبي ويجينا مثل القالب. بس احنا هسه راح نتاخر، فالجزء المحمر راح يكون لين ما حلو. فاضطر هسه راح اشيل الرز اخليه بجدر عادي واخليه على نار هاديه واخلي الحكاكه احنا نسميها الجزء الكريسبي تبقى هنا واحمرها. ولا تنسى عندنا الباميه متى ما خليناها على نار هاديه اوكي نشوف شو وقت ما تبدي تنضج الباميه. يلا نخلي الملح والعامر. بدل ما نقلب بالمعلقه وتتهري الباميه بنهز القدرة أو الحلة كده. أفضل حاجة موجودة في الرز على الطريقة العراقية الحكاكة، زي ما مميدة قالت لنا. حط كده الصدور عليه واقلب كده. سمحت اتفضل. السلام عليكم، ممكن تطلعوا لنا الرز؟ شفت بقى كنافة. يا سلام. هي استبرق فين يعني؟ انا مش فاهم. ايه استبرق فين؟ استبرق تعالي علاش بس الاكل استبرق. ها ابن ادمه. لا انت فين يعني؟ سابني بس مش مع ماما يعني. اي انا قاعد اشتغل. ماما شنو تفيد الاكل؟ لا طوقي لا طوقي. استبرق انا ما بحبش الحكاكه. ما بحبش الحكاكه. لا ما بحبوش الحكاكه. ما يحبوش يا جماعه. والله العظيم ما فيش احسن. انا رحت مطاعم ورحت حوارات، ما فيش احسن من انت تروح عند حد صاحبك يعزمك تقضي الموضوع عادي جدا كانك بتاكل في بيتكم وتاكل اكل بيتي تاني. وانتوا عارفين الشباب اللي عايشين في الغربه. ميكو يلا جعت فين؟ اطلع برا and I can give you this through the window. ماشي. السلام عليكم. مستبرك موجوده؟ اتفضل. شكرا يا اخي. والله برنسيسة. والله جت العنجلية من هنا. ايوه كده هاي العنجلية. خدي بالك تعالي بالشقاتي عندك. تعالي اتفضل. هي عندك امي. انا عارف انا مسؤول عن الترابيزة. ده بالفلفل واحدة من غير فلفل. لا الاثنين بالفلفل وانا ما بحبش الفلفل. عليو زي اليونانيين يقعدوا يكسروا في الاطباق. المهم خلينا نغير الموضوع. نغير الموضوع يعني. والله العظيم الباميه دي يعني من احسن الباميات اللي كلتها في حياتي. حتى ماما. انت وماما احسن اتنين بيعملوا باميه. خالتي وعمتي. لا ما يقدر لازم يخلي ماما. لا بس خالتي. لا اكل امي يعني. امي يعني whatever you like or not it's امي يعني. لا لا امي لا هي انا وربي يعني. حتى عاجبني اكل امي مش عاجبني هو متربي عليه. لا متربي عليه. لا بالفعل بس خالاتي. بس انت الباميه بتاعتك احسن من خالاتي وعماتي وهم يزعلوا مش مهم. خالاتي وعماتي يزعلوا مش مهم.